الرسول عليه الصلاة والسلام عمار لما كلف بالدعوة، كلف بالرسالة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة، في مكة بيوت دعارة، بيوت دعارة يسمونهم صاحبات الرايات، حط بيرق بعد على الباب، بيرق راية كذي كذي يهف الهواء، وهي واقفة على الباب، إيه توقف على الباب في مكة وتزينون ويوقفون على الباب، والرسول كلف بهذا ولا اهتم في الموضوع هذا، ما حد قال له ليش ما تسكر بيوت الدعارة، بيوت الدعارة في مكة مشغول في مهمة عظيمة كبيرة. دار الأرقم كان أولى باهتمامه من دور الدعارة، فربى في دار الأرقم والطليعة الأولى اللي طلعت إلى العالم أجمع، وهذول اندثروا، بعدين اندثروا تلقائيا بدون قرار من فوق، لأن الحالة رفضتهم، المجتمع رفضهم. أي نعم، الحالة رفضتهم، لأن الطليعة الإسلامية اللي تربت على في حضن الرسالة هي اللي طلعتهم من المشهد تماما بدون قرار من بدون قرار، يعني روحوا وصكوا هالأماكن، لا أبدا، هم سكروا ومشوا، صار المشهد كله ما يتحمل وجودهم، خلنا نمشي أحسن لنا يعني.